أصدقائي اللي قاعدين بيتفرجوا علينا، بحب أرحب بيكم في برنامجنا تسالي وحكاوي اللي بتمنى إنه يعجبكم ويفيدكم كمان. خلينا نبدأ مع بعض بأول فقرة، وهي فقرة التسالي اللي هنتعلم فيها مع بعض حاجات حلوة كتير. يا ريت أصدقائي تركزوا معانا وإحنا بنعمل كرافت النهاردة، وتركزوا في الحاجات اللي إحنا هنستعملها كمان، لأننا هنعمل مع صديقتنا مريم لعبتين حلوين قوي، وهما عروسة حلوة جميلة وكمان خروف حلو جميل. وزي ما احنا متعودين ان الحاجات اللي بنستخدمها تكون فضلة من البيت، ونحاول نعمل منها فايدة، ونحاول كمان ما نشتريش اي حاجة. طبعا اصحابي اوقات كتير ما بيبقاش معانا فلوس ان احنا نشتري حاجات نفسنا فيها، بس احنا نقدر نعمل الحاجات دي ونستمتع بيها من غير اي مصاريف. فانا النهاردة هعلمكم ازاي تعملوا اللعبة الحلوة دي بكل سهولة، اللي هي العروسة وكمان الخروف. فعلشان نبدأ نعمل، هنحتاج أشكال عيون، أو ممكن إذا ما كانش عندنا نقص ورق على شكل عين. هنحتاج شريط لازق قوي، قلم، أنا هنا مختارة الأبيض علشان هنستعمل ورق أسود، مقص، عندنا خيوط صوف الألوان اللي انتوا حابينها مش تحت شرط اللون، كمان هنحتاج ورق كرتون زي دي، وكمان ورقة سودا. فدلوقتي أصحابي هنبدأ نعمل الألعاب بتاعتنا، فأنا هبدأ الأول أعمل العروسة. فأول حاجة خالص هحتاج الورق الكرتون اللي هي بالحجم ده، وأبدأ أعمل الجسم بتاع العروسة. وزي ما قلتلكم إن احنا ممكن نستخدم أي ألوان، يعني أنا هنا استخدمت البامبي او الفوشيا، وهنا هستخدم اللون البنفسجي. فهعمل بالطول ده عشان طبعا عايزة العروسة بتاعتي تبقى طويلة بالطريقة دي. نفضل نلف حوالي 100 مرة مثلا. وطبعا يا مريم لو ما عندناش ورق الكرتون ده، احنا ممكن نجيب اي ورق يكون ناشف، يعني يكون قوي شوية، ان هي بس حاجة نقدر نلف عليها. وممكن كمان ما تكونش بالحجم ده، يعني ممكن تكون بحجم تاني لو بالحجم مثلا اللي عايزة، احنا بنحبه. ممكن يكون عايزة العروسة اصغر من كده او اكبر من كده، يعني لو اصغر نصغر الكرتونة، ولو اكبر ممكن نكبرها يعني تبقى اطول. نعمل شوية كمان علشان يبقى العروسة بتاعتنا تخينة مش رفيعة. الطريقة دي. طب ممكن يا مريم أي خيوط تاني تنفع، ولا لازم الخيط ده، النوع ده من الخيوط؟ لا، لازم النوع ده من الخيط علشان هو بيكون تخين شوية، من لو خيوط رفيعة مش هتبقى حلوة ومش هتنفع. والخيوط دي يعني متوفرة في أي بيت، يعني أنا عن نفسي مامتي كانت بتستخدم الخيوط دي كتير، إن هي بتعمل لنا بيها شغل، يعني بتبقى موجودة في معظم البيوت. حلو، يعني بنلاقيها في اللي احنا عايزينه. ممكن تكون فاضلة حتة، مثلا ماما كانت بتشتغل بالخيط ده ففضلت حتة منها، ممكن نستعملها. نستعملها في حاجة زي كده. اوقات مثلا حاجة بتبوظ فبنفكها، طاقية مثلا، ايوه، وبنفك الخيط وبيفضل، فبدل ما بنرميه ممكن نعمل بيه حاجة زي كده. صح. نعمل كمان شوية. ممكن ملك نفك لك الخيط كل شوية. أسرع. هلا عرفنا نخلص شوية كمان. الخيط ماسك في بعض أصلا. ممكن
كمان شوية. بس كده. دلوقتي بعد ما خلصنا بالشكل ده هنقص. الطريقة دي. بعدين هنحطها على جنب. نعمل الشعر بتاع العروسة. فانا اخترت اعمل شعر العروسة باللون الاصفر. العروسة شقرة يعني. شقرة جاية من بلاد برة. ممكن نستخدم اللون الاسود اذا عايزين شعر العروسة يكون اسود. فما فيش مشكلة يعني. أساعدك فيها. الشعر طبعا مش هيبقى تقيل زي جسم العروسة فهنعمل شوية صغيرين. ودايما دايما كل واحد يختار اللون والحجم اللي هو عايزه، مش شرط يعني يعمل زي دي بالظبط. أكيد. بس كده نقص. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنحتاج نربط هنا. فهنستخدم بنفس الخيط حتة صغيرة. فهنمسك هنا ونربط. نربط جامد بس. بالطريقة دي. وبعدين هقص، هسيب شوية هنا كده وبعدين هقص هنا علشان يبقى فيه شوية شعر كده من فوق زي قصة مثلا. هنشوفها لما نحطها على العروسة هتبان ازاي. الطريقة دي. دلوقتي هناخد الجسم بتاعنا هنربط كمان بنفس لون الخيط. نقص حتة. نربط في النص الطريقة دي. بس نربط قوي كمان. بعدين هنجيب الشعر بتاعنا ونيجي هنا باللي احنا ربطنا بيها الأول. تربط الشعر في جسم العروس على كده؟ بالطريقة دي. ممكن ناخد حتة تاني كمان عشان اعرف اربط كويس بالشكل ده. المهم ان احنا نربط قوي علشان ما تتفكش مننا. بعدين الناحية التانية في النص بالظبط ونقص. فعندنا دي شكل العروسة. هي لسه بس يعني قربت تبان كده. عملنا جسم العروسة وشعر العروسة. هنا هنفرق الشعر من الجسم. وطبعا اذا في اي حاجة زايدة زي دي ممكن نقصها. هناخد خيط من نفس اللون علشان نعمل الراس بتاعت العروسة بالشكل ده. نربط هنا. لازم نربط جامد علشان نعمل فرق ما بين الجسم. نفرق الجسم من الراس بالشكل ده. لازم طبعا نسويهم كويس. نقص الحتة الزيادة. ودلوقتي هنطلع ايدين
العروسة نفرق هنا بالشكل ده. كمان شوية نعملهم قد بعض تقريبا. ناخد كمان حتة خيط تاني علشان، او ممكن ناخد لون تاني اذا حابين يكون احسن عشان يعمل منظر هنا بيبينها اكتر. نربطها بالطريقة دي، ان احنا نعمل برضو فاصل للرجلين اذا كانت لابسة فستان او لابسة بنطلون يعني زي ما انتوا عايزين. انا هنا ممكن اسيبها كده ان هي لابسة فستان، ولو عايزين نفرق الرجلين ممكن نفرق كمان زي كده ونضفرهم. فانا هنا هضفر، هعمل ضفيرة. البنات طبعا بيعرفوا يعملوا ضفيرة، معرفش ملايك تعرف تعمل ضفيرة ولا لا؟ معرفش. فبالطريقة دي زي ما بنضفر الشعر بالظبط. اهو بنتعلم. ودلوقتي هنربط، ناخد كمان خيط اصفر نربط الايد بالشكل ده عشان ما تتفكش. نقص الزيادة، كمان ممكن نقص الزيادة اللي هنا. نعمل الناحية التانية خيرة كمان. كمان نربط. نقص شوية عشان طوال. دلوقتي ده شكل العروسة بتاعنا. هنحط العينين. ممكن يا ملاك تديني عينين؟ أيوة. هنختار اتنين صغيرين علشان وش العروسة صغير، مش ينفع نختار اتنين كبار. واللزق زي ما قلتلكم اصحابي، ممكن اذا مش عندكم اشكال العينين دي ممكن نجيب ورق كرتون اسود مثلا ونرسم عليه عين ونقصه ونلزقه. ملاك انت اديتني واحدة خضراء وواحدة بيضاء، مينفعش لازم الاتنين. خد واحدة خضراء اهو. كلهم بعض. خلي البيضة. نلزق. كمان هنا علشان نحدد البق ممكن نستخدم اللون الأصفر ونفرق هنا شوية بالطريقة دي وندخل في الناحية التانية ونربط بالشكل ده. نقص. نخلي بالنا الحاجات اللي تتفضل مننا نحطها على جنب عشان بعدين نرميها في الزبالة عشان نبوظش الدنيا. وده بقى شكل العروسة بتاعتنا. برافو عليك يا مريم، شكلها حلو بجد. شكلها حلو. دلوقتي العروسة دي تنفع للبنات، يعني الولاد طبعا مش هيحبوا ان هم يكون عندهم عروسة يلعبوا بيها، بس احنا مش هنزعل كمان الولاد. أيوة. وهنعمل لهم حاجة تاني اللي هي الخروف. هنعمل لهم خروف حلو يلعبوا بيه. فعلشان نعمل الخروف ده هنستعمل خيط ابيض، علشان طبعا الخروف لونه ابيض. فهنا ممكن كمان نستخدم كمان خيوط تاني. هنا انا هلف على ايدي بالطريقة دي. ممكن نستخدم لون تاني، ممكن اصفر او بينك، بس يستحسن انه يكون اللون الابيض. لون مفرح كده. لا، ولون الخروف ابيض كمان. ممكن بسرعة
هنلف على قد ما نقدر، وكمان زي ما عملنا مع العروسه على حسب انتوا عايزين يبقى الخروف تقيل كده وتخين ولا رفيع. ولا رفيع وصغير وحلو. نلف شكل ده. شوية كمان. كده وبعدين نقص. هنا ملاك خليك تساعدني امسك. أيوة. كده عشان نربط. نربط كده في النص، نربط جامد. كمان ونقص الحتة الفاضلة. ودلوقتي علشان اعمل الشكل ده لازم نقص هنا في النص كمان، من الناحية دي، يعني هي كده نقص من الناحية دي وكمان من الناحية دي الطريقة دي. دلوقتي هو في خيوط كتير طويلة، فهنحاول نقص شوية على قد ما نقدر نخليهم متساويين. متساويين وماسك كده في بعض، مش حاجات طويلة. هو ده هيطلع خروف صغير، فاحنا اذا حبينا نكبر ممكن نعمل خيط اكتر او نعمل واحدة تاني زي دي ونلزقهم في بعض. نص شوية كمان. دلوقتي هنحتاج نعمل البق بتاع الخروف والعينين. نشيل الحاجات دي على جنب. ممكن يا ملك تديني الورقة السوداء؟ أيوة. والقلم. ودلوقتي عايزين نرسم البق بتاع الخروف، فهنرسمه بالطريقة دي بالشكل كده تقريبا. يعني ممكن لو عندكم فكرة تانية انه يترسم بيها ممكن. وبعدين هنقص. انا هنا اخترت اللون الابيض زي ما قلتلكم علشان الورقة سودة فاللون يظهر معايا. نحاول نمشي على الخط. ونحب نفكر اصحابنا مع بعض. نحب يا مريم نفكر اصحابنا دايما زي ما احنا بنقول ان دايما كل ما نقص حاجه نخلي بالنا. طبعا دي اهم حاجه. كده ده الشكل بتاعنا. فدلوقتي هنستخدم شويه من دول ان احنا نعمل شويه شعر كده من قدام. هنستخدم اللزق. ممكن نستخدم دي نسند عليها عشان نغوص الدنيا. فهنحط كده عشوائيا، يعني نحطهم وهم يتزقوا. دول خلاص
دلوقتي هنلزق العينين. ممكن يعني عليك اديني عينين صغيرين كمان. اتفضلي. لون بعض المرة دي. برافو امريكا. الاتنين صفراهم. دلوقتي هنلزق العينين. شكل ده. هما عينين الخروف شوية بيكونوا جنب بعض مش بعاد عن بعض. ودلوقتي هناخد الوش بتاعنا ونلزقه في الخروف كده مثلا. وهستخدم اللزق والزق. وده أصحابي هيكون الشكل النهائي للخروف بتاعنا. لأصحابي الصبيان ممكن يلعبوا بيه، وكمان العروسة بتاعتنا بالشكل ده. أصحابي بتمنى تكونوا استفدتم من فقرتنا النهاردة، ويارب تكون اللعبة اللي احنا عملناها عجبتكم وتحاولوا تعملوها. ودلوقتي هنروح للجزء الثاني من حلقتنا، وهي فقرة الحكاوي. نشوفكم بعد الفاصل. أهلا بكم مرة تاني أصحابي الحلوين في برنامجكم تسالي وحكاوي، في الفقرة التانية من حلقتنا اليوم، وهي فقرة الحكاوي اللي هنتعلم فيها قصة حلوة قوي مفيدة باللغة الإنجليزية، وكمان هنتعلم سوا بعض الكلمات الإنجليزية ومعناها بالعربي. أصدقائي، قصتنا النهاردة بتتكلم عن الثعلب والخروف والكلب. The fox, the sheep and the dog. One night a fox was walking around and he saw a sheep resting nearby. The fox quickly thought of a plan and cried, "Good news! What is it?" asked the sheep. "King Lion has declared that all the animals should live in peace. From now on, no one may hurt another," said the fox. "That is good news. I know someone with whom we can share it," said the sheep. "Who is it you know?" said the fox. The sheep said, "My master's dog is coming to meet us." But the fox began to run away. "Will you not stop until the dog the good news also?" asked the sheep. شكرا مريم على قراءة القصة. ودلوقتي أصدقائنا، بعد ما مريم قالت لنا القصة، هنقراها تاني مع بعضينا جملة جملة، ونشوف كل جملة معناها إيه ونفهم القصة مع بعض. One night a fox was walking around and he saw a sheep resting nearby. في ليلة كان في ثعلب كان ماشي، وبعدين شاف خروف مرتاح أو بيريح. The fox quickly thought of a plan and cried, "Good news!" فالثعلب بعدين فكر في خطة وقعد يصرخ بصوت عالي، أنا عندي أخبار حلوة. What is it? asked the sheep. إيه هي؟ سأل الخروف. King Lion has declared that all the animals should live in peace. فالأسد الملك قال إن كل الحيوانات هتعيش في سلام. From now on, no one may hurt another, said the fox. ومن دلوقتي ما فيش أي حد هيأذي حد تاني، الثعلب قال الكلام ده. That is good news. I know someone with whom we can share it, said the sheep. دي أخبار حلوة قوي، وأنا أعرف حد نقدر نشاركها معاه، الخروف قال. Who is it you know? said the fox. مين ده اللي أنت عارفه؟ سأل الثعلب. The sheep said, My master's dog is coming to meet us. فالخروف قال الكلب بتاع سيدي جاي علشان يقابلنا. But the fox began to run away. ولكن الثعلب بدأ يجري بعيد. Will you not stop until the dog the good news also? said the sheep. انت مش هتقف
وتقول للكلب كمان الأخبار الحلوة؟ سأل الخروف. ودلوقتي أصحابي الدرس اللي نقدر نتعلمه من القصة هو إن إحنا ما نضحكش على حد وما نخدعش أي حد أو نستغل ضعف حد، زي ما شفنا في القصة بتاعتنا إن الثعلب حاول يخدع الخروف ويستغل ضعفه ويأذيه، بس في النهاية الخروف ما كانش غبي ولا حاجة، بس قدر يفهم إن الثعلب كان بيحاول يخدعه بحيله المكارة، وقدر يهرب من الخدعة اللي كان هيحطه فيها. لازم كمان أصحابي دايما نتعلم إن ما نخليش أي حد يخدعنا بتصرفاته، ونكون دايما حكماء في تصرفاتنا واختيار أصدقائنا، لأن بابا يسوع عايزنا نكون دايما حكماء وحذرين ونخلي بالنا من نفسنا. ودلوقتي بعد ما قرينا قصة مع بعض وترجمناها وفهمنا الدرس من القصة، طلعنا شوية كلمات بالإنجليزي وكمان ترجمناهم بالعربي، يلا بينا نشوف إيه الكلمات دي ومعناها. فأول كلمة معانا هي animals. animals يعني حيوانات. sheep. sheep يعني الخروف. fox. fox يعني ثعلب. lion. lion يعني الأسد. dog. dog يعني كلب. news. news يعني أخبار. share. share يعني يشارك. stop. stop يعني يقف. run. run يعني يجري. وآخر كلمة معانا هي plan. plan يعني خطة. أصحابي استمتعنا بوجودنا معاكم النهاردة في برنامجكم تسالي وحكاوي، ويا رب تكونوا انتوا كمان استمتعتم معانا واستفدتم من فقرة التسالي وكمان فقرة الحكاوي. استنونا في حلقة جديدة من برنامج تسالي وحكاوي. باي باي.